المسجد التاريخي سيدي الأخضر بوسط مدينة قسنطينة. هذا الصرح الديني لا يزال يحافظ على فنه المعماري القديم بعد ترميمه. كما لا سال دو بريير نيميرو 2 مثلا، وين عاودنا حينا الاقواس، عاودنا درنا بيت صلاه تاع مدرسه. اما في خصوص معايير الترميم فقمنا بالمعايير التقليديه على اساس ان لي زوندوي كانوا على سابلي شو، الزليج عاودنا الزليج القديم عاودنا رجعناه في بلاصتو، نحيناه اون ديبوزي اون تريتي لي فيسور دي مور، ومن بعد ابري سولا عاودنا رجعناه. عبد الحميد بن باديش رحمه الله كان مصلحا، كان مدرسا، وكان معلما، كان يعلم الصغار في النهار ويدرس القرآن للكبار في الليل، وهكذا دوم حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. نهار عظيم، فرح، أنا فرحت، أنا فرحت النهار هذا، تمنيت بأن نصلي فيه أوقات نصلي الجمعة. الحمد لله يا ربي، كثر خيرك يا ربي في المبارك النهار تاع اليوم هذا. المسجد بني في الفترة العثمانية، وزخرفته من الزليج والعرعار والأعمدة الرخامية زادته رونقا. المسجد بني من قبل أحد باية قسنطينة اللي هو حسن باي سنة 1843، والمدرسة بناها صالح باي سنة 1780. حتى لي بلونشي لي دال عاودنا درناهم الانسيان بالعرعار، ومن بعد نديروا القصب، ومن بعد اون شاب ارمي بالحبل وبلا بريك بلان، هادشي كله نديروه على اساس مع تقنيات قديمة. المدرسة القرآنية تخرج منها رجال الدين والعلم على يد العلامة عبد الحميد بن بديس رحمه الله. الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله درس في هاته الخرفة أين نحن متواجدون الآن. والمهم اللي لازم نعرفه أنه لما يوصل وقت الصلاة يصليوا في نفس الغرفة، ولذلك موجود هذا المحراب. في أغلب الأحيان يصلي بهم واحد من الطلبة. جامع سيدي الأخضر تحفة تاريخية، هو قبلة للمصلين وتعليم القرآن الكريم حاليا.